درست في 2011 دخلت المغرب. بون بديت كنمارس المينا ديالي من بعد ما خديت ليكيبالونس وكلشي ديالي هنايا. من ديت الخدمه ماشي داكشي اللي كنت قريت هو اللي كتبقى وليتي خدام في كونطوار مع ناس مع لي زوردونونس مع الكونسي. مي داكشي اللي قريتي داكشي اللي عندك براسك تقدر تفيد بين الناس ما كاين شيء. انا قلت علاش لا نبدا لي تروك اللي هما انا عارف. بديت في 2012 في 2013 لا غام ديالي اوكي. الوغ ديكو بديت كنوجد واحد الانتيجيت هو اول حاجه اللي كنت بديت بها. بديت كنجرب فراسي في الناس المقربين ليا ماني نطر بعدا ساليت معاهم ساكن على حكم كيديروا فيا الثقه. دوك النتائج اللي كنت انا متوقعهم كانوا كثر الحمد لله. منين كيجي عندك ان كليون كيقول لك انا تبعت ان تريتمون ديال لونتيشيت تو ان تريتمون من لي كومبريم من لي شامبو من لي سوليسيون كيديروا اون فوا كيحبس لو تريتمون كيعاود تجي. قلت علاش لا انا لاحظت بان ماشي غير في تساقط الشعر نمو الشعر هو الاول بيزار. ممكن قلت اجي نجرب في راسي انا الاول. قلت انا ندير الريزلتات تاعنا ديالي باسكو حنا عندنا قرايه جينيتيك جناب هاد لي كوتي هادو. ديكو بديت كنلاحظ بان الشعر كينوض غادي في القدام واحد صغيبات شويه كينوضو واحد صغيبات شويه كي اللي كينوضو بعدين شويه عند الشعر تكتبي ان افيكتيفمون هذاك الشيء كاين. وطلقته عندي في الدافارماسي لقيت اقبال عند الناس. قلت علاش لا نصايب اون كام يعني باش تقدر تخرج على برا ما تبقاش غير محدوده عندي. اكتشفت بان اي حاجه بيو كتستعمل ديما كتخرج موت الحافظه ملي كتخرج حتى شي حاجه سا دون دي بون ريزولتا يعرف الانسان كيفاش يستعملهم. دخلت بديت كندير لي صابون بيو حتى هما بديت في لا بريباراسيون ديال لي سيل لي سورسيل باش الناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال التساقط ديال الشفار ديال الحجبان حتى هما كي نوضو. زدت عاوتاني دخلت دابا راه بوكور ان شاء الله ديال لو تريتمون ديالها اون كريم اونتي ريدي اونتي اج. كنلاحظ بان كاينين شي زيوت اللي انا كنت بغيت نخدم بهم ساعة ملي كتحلي اي بورسونتي هذيك لودور مثلا اقل مثال زيت ديال الخزامه اللي كلشي عارف الخزامه كتحلي خصك تشمي زيت ديال الخزامه كتشمي والو. كيفاش انت بغيتي من هذيك الزيت اللي شريتيها تكون افيكاس؟ علاش كاينين لي غام زيوت بزاف ما صعيب انك تلقى شي غام اللي هي ما كنحددش شكون الانسان يقلب حتى يلقى. انا من الناس الاوائل اللي كنت صيفط السيفا ديالي للكلينيك اللي كيديروا لهم الاشهار سميتو في تركيا. صورت راسي صورت هذا قلت لهم شحال غادي يجيني سميتو في عند سميتو في الدوبي ديالي. قالوا لي الثمن خيالي كما كيتقال دابا. انا من الناس اللي كنت صافي القرعيه طلعت ليا في الراس كنت اجي ندير نمشي نزرع الشعر ونتهنى. بالناس اللي كنعرف اللي مشاو داروا هذيك الزراعه وجاو ولا داروها في اوروب وجاو ولا فين ما دارت كاين اللي كتنجح لي كاين اللي ما كتنجحليش. حنا مني وجبت ما كنقدرش نطول اكثر من 20 يوم شهر في شي حاجه وكنشوف او مازال ما عطاش فعاليه. عندي دي فيديو حصريين ديال الناس اللي كانوا يعني خداو هاد لي برودوي سيغتو الاونتي شوت اللي كانوا خداو هاد البرودوي هذا اللي طلبت منهم انهم يصوروا فيديو في الدار عندهم وهضروا على مثلا غير واحد لا رياكسيون ديال غادي نحطها مع عطات لي البنت قالت لي صافي غير طلقها. دخلت في واحد الجروب سو واتساب كتهضر مع صحاباتها البنات قلت لهم فريمون داكشي اللي كان عطاني ياسين اللي مشى معنا في الرحله في الفلانيه راه سيمانه شهرين ما بقاش كيطيح. هذيك الكونتيتي ديال الشعر اللي كان كيطيح مع كانت البنت بيجات جات عندي لا فارماسي كانت غير كدوز يدها هكذا كي يعني كتشوفي يدها تاب بعين وخيوط. الوغ جوج مرات في السيمانه كيتستعمل
الشامبوان نتاعو مره في السيمانه ولا مول شحال ما استعملتيه يقدر ينقص لك حتى 50% من تساقط الشعر. الحمد لله هي دابا حتى شعرها ما كيطيحش نهائيا. كنشكر اول حاجه مجله لاله مولاتي على هذا اللقاء الحصري اللي جاني غير باغازاغا كذا الحمد لله، وكيقول لك الصدفه خير من الف ميعاد. المهم هذا كما غادي تخرج ان شاء الله الاسواق، حنا راه خدامين عليها باش نديروا ليها لومبراج ديالها ومسائل كاملين. غادي تلقاو لو سيت ويب واي انفورماسيون عليها تلقاوها حصريا عند مجله لاله مولاتي ان شاء الله. وابار لا غام وابار اي سؤال في لو دومين ميديكال كامل ان تريتمون غادي يكون كلشي لي رونسينمون ديالي في مجله لاله مولاتي حصريا. اي سؤال غادي نجاوبكم عليه حيتاش حتى في لو تريتمون ميديكال كاين الناس اللي ما كيعرفوش طريقه الاستعمال لي زونتيبيوتيك لي زونتي انفلاماتوار لي زونتالجيك اي حاجه يعني تقدر انت تستعملها وتخرج عليك. اي سؤال انا راه الاشاره وان شاء الله خير. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.